ليه الغضب؟ والله أعلم السبب. وليه العتب؟ موعد الحقيقة قد اقترب. قالوا لك بأنه عرش الله في السماء، ونسوا بأنه الله لا مكان يحده. قالوا لك بأنه الله حقود غضوب منتقم يخيفك بجحيم ناره، وكريم رحيم يجازيك بنعيم جنته حتى ينال عبادتك. ونسوا أن الله كافي مكتفي بذاته، غني عنك وعن العالم كله. قالوا لك بأنك متفرق عن الله منفصل، وما أدركوا بأنك الموجة المتفرقة بالشكل لكنها موصولة متوحدة بالبحر الواحد. يعني هذا البحر اللجاج العميق الواحد المتوحد المليء بالكنوز الموصول المتصل هو متوحد بكل الأمواج، لكن هذه الموجة كل موجة بتظن نفسها إنها منفصلة وإنها لحالها، لكن حقيقة الحقيقة الموجة بحياتها ما انفصلت عن البحر. الموجة في توحيد واتحاد مع البحر دائما كانت وما زالت. قالوا لك بأنه الله بعيد وانت عنه غريب، ونسوا بأنه الله أقرب لك من حبل الوريد، محيط بكل ذرة من حولك، وهو لك أقرب من القريب، هو معاك وإياك. فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، أينما كان في كل مكان بالسماء بالأرض بجوة وبرة، بالصديق بالحبيب بالعدو بكل شيء، فثم تنفخ الله فيه وتجلي الله فيه ونور الله.